ما بتذكر قلت لك فيك تقعد. مظبوط حكيك، هي ردة الفعل اللي كنت عم بستناها، وأنا عم بقول أكيد لسه ما شاف الصور. اعترف إنك تفاجأت، مفكر بدي انزل فيك ضرب أول ما أشوفك. آه بس كنت عامل احتياطاتي. لا تعذب حالك، هالمرة ما رح أوقع بالفخ. بفهم منك إنك ما رح تلغي المجموعة يعني؟ أي صح. معك حق إنه تتحمل المخاطرة، هلأ صهرتي بأزمة مادية كبيرة، وإذا وقفت شغل المجموعة رح نسمع هذا الشيء بالوسط ورح تصير. أنت بدك ياني شوهك يعني؟ شو؟ عصبت؟ ها؟ الحقيقة بتعصب كتير مراد بك. شو رأيك أحكي لك شيء حقيقي أكتر؟ حياة هي حقيقتي الوحيدة، وشو ما بينحكى بالوسط ما بيهمني أبدا. أنا ما بدي مرتي تزعل أكتر من هيك، وما بدي نوران كمان تزعل لأنها حساسة، لما تعرف حياة صديقة رح تنجرح كتير. ليك عمار، أنا مالي زلمة غبي وبعرف مرتي كتير منيح، صح استفدت من طيبة قلبها، بس لآخر مرة رح نبهك، إذا مرة تانية تستخدم حياة كرمال تأذيني إلي فبوعدك إنه لا حياة ولا نوران رح يقدروا يهدوني عنك، رح تكون نهايتك. عم تفهم؟ انتهى الحديث، نقلع من مكتبي.